الدكتور ياسر أبو العلا، استشاري الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر، زميل جامعة مينابوليس USA. أهلا بكم. حب الشباب ده لعنة، لعنة بتيجي في وقت وجوده طبعا شكل مش حلو، ديسفيجرمنت، التهاب مؤلم مزعج، مش مؤلم أو بس مزعج، مزعج للشاب والبنت، البنت ما بتخرجش من بيتها، والواد برضه بيتضايق جدا، الشاب بيبقى متضايق خالص. اللعنة كلمة لعنة لأنه بيظل موجود أحيانا بأثاره موجودة تتابعك، تلاقي حب الشباب خلاص كبرت وكل حاجة، لكن في حفرة مكان حب الشباب، أو بيجمنتيشن، أو تغير لوني، أو الحتة البشرة اللي موجود كانت فيها حب الشباب ما عادتش زي الأول، ما بقتش زي الأول في أي شيء. فحب الشباب يظل لعنة تطارد الإنسان لفترات طويلة، ولذلك هنا يبقى عالم الجلدية بتكنولوجيته التطور الكبير اللي حصل فيه عشان يحارب لعنة ممكن تكون في بعض الأحيان وفي بعض الحالات ريزيست وسخيفة جدا جدا جدا. هنفهم النهارده حب الشباب مع خيمة علمية كبيرة واسم كبير في عالم الجلدية، بيسعدني جدا بأولا بتشرفه لينا وحواره الممتع الثري طبعا ضيف العزيز والصديق والزميل العزيز الأستاذ دكتور ياسر أبو العلا. أهلا بك يا دكتور ياسر. أهلا وسهلا. هل حب الشباب لعنة فعلا في اتحاد التعبير ده؟ في بعض المراحل اه. الحقيقه الموضوع ده يعني ساعات الواحد كان في بدايه حياته حد بيشتكي من شويه حبه، يعني ايه مشكله يعني شويه حبيتين يكون متضايق منها ولا لا. الموضوع بقى متكرر جدا، والغريب ان هو بيأثر نفسيا تأثير ليس له علاقة بقوة حب الشباب قد ايه. يعني احنا بنقسم حب الشباب ليه تقسيمات كتيرة قوي، لو قسمناه تقسيمة بسيطة للنوع البسيط المتوسط القوي جدا. ساعات يكون النوع البسيط يعمل مشكلة نفسية فظيعة، والغريب ان هو بيأثر على الحالة النفسية بطريقة مش لطيفة، الواحد ما كانش مصدق الكلام ده لما اتكرر عليه. والأغرب انه كمان ساعات بيأثر حتى على الشباب وعلى الرجالة أكتر كمان من البنات. البنات نوعا ما يمكن الموضوع ده في مصر البنات عندنا أقوياء شوية بيستحملوا، لكن الولاد أنا شفت كذا حالة عادوا السنة بسبب حب الشباب. تخيل انت واحد مش عاوز يروح الجامعه عشان عنده حب الشباب مكسوف منه. طيب هل هو صعب قوي للدرجه دي؟ لا مش صعب، بس ساعات في بعض الاحوال بيبقى بيعصلك شويه، بيبقى صعب شويه في العلاجات العاديه. غالبا اولا بطريقه او اخرى لازم تكون ليها حل. بادويه، بكريمات، بحاجات موضعيه، بكبسولات، بعلاجات تانية أخرى، لازم يتحسن. لازم يتحسن ليه؟ هل طب احنا لو سبناه هو بيتحسن مع الوقت؟ اه بيتحسن مع الوقت، ممكن ياخد له سنتين ثلاثة ويختفي لوحده، لكن المشكلة في حب الشباب انه بيسيب فعلا زي ما انت قلت ندبات، والندبات دي ساعات المريض أو المريضة يبتدي يلعبوا فيها، والآثار دي ما بتظهرش مكان الحباية إلا بعد سنة إلى سنتين، وبتعمل حفرة دي معاه طول عمره. معاها طول عمرها، لو شفنا بعض حتى الممثلين عندهم في وشهم في بعض الحفر والندبات دي كانت عندهم دي اثار حب الشباب. لو كانوا خد، انا يمكن من حوالي شهرين كده هو جالي واحد شفته من حوالي 6-7 سنين كان عنده حب الشباب، وقلت له العلاج بتاعك لازم ناخد علاج قوي، قال لي لا دي حاجه بسيطه وانا انا انا مش شايف انها حاجه كبيره قوي وهو هيخف لوحده وكده. اللي انا شفته ان هو والده ووالدته كان حد من قرايبه عندهم حفر قويه، في الحاله دي بيبقى ليه في نوع من انواع الوراثه في هذا الموضوع. فنوعا ما قلت اكيد ده قدام بعد كام سنه ممكن يعمل حفر. الولد ده جالي من كام شهر، من شهر ونص او شهرين، وشه لو اقول لحضرتك ان نحط عود الكبريت يعرف راسه حوالي مثلا 2-3 مللي تخش ما تبانش من العمق بتاع الحفره نفسها، كل وشه عباره عن حفر حفر حفر. يعني كان بيقول لي يا ريتني كنت سمعت كلامك من كام سنه فاتت. فساعات الدكتور او الطبيب نوعا ما بيكون عنده نظره ابعد خطوه او خطوتين من المريض. اما بيكون في حد في حاله في حد في العيله عندهم اثار حب الشباب والولد او البنت عندهم حبوب، يبقى احنا بنحول المرض ده بنرفع حاله التاهب القصوى، بنرفعها من المايلد للمودريت والمودريت السيفير، او من البسيط الى المتوسط، والمتوسط بنعالجه كانه بالظبط قوي. من الحاجات اللي احنا بنعالجها بيها الكبسولات، في كبسولات طبعا معروفه باسم الايزوتينويد، دي الماده العلميه بتاعتها، ودي بتنشف الجلد، بس للاسف احنا بناخدها هنا اهوت، في بعض الناس بتاخدها بدون وصفه طبيه، وللاسف دي موجوده لسه لحد عندنا في الصادرات بره في اوروبا، ما فيش ولا في امريكا ولا حتى في الدول العربيه مسموح لاي حد ان ياخد هذه الماده الا بوصفه طبيه. للاسف احنا عندنا بناخدها لازم روشتة، ليها تاثير على الكبد، ليها تاثير على الشعر، بتعمل نوع انواع الاكتئاب، بتاثر على عظم اللي
لازم بتاخدش الا بوصفه طبيه. فانا بنصح كل الشباب ان هم ما ياخدوش هذه الماده الا ما يكون عن طريق اشراف طبي. طب اذا 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 مريض او مريضه هي بتعمل كمان الحاجات اللي بتعملها بعض الشوهات في الاجنه، فاحنا ما نقدرش نديها لوحده مقبله على الزواج. ففي الحاله دي وفشلت في العلاج الموضعي، احنا في طريقه لطيفه قوي عن طريق استخدام الليزر. الليزر او حتى موجات الراديو دلوقتي حديثا بنستعملها في علاج حبوب الشباب النشيطه. بتعمل ايه؟ اولا بيها لها كذا تاثير، ان هي اولا بتقتل البكتيريا اللي موجوده، بتقتل زي ما انتم شايفين زي مثلا الولد دوت ده في العشرينيات من عمره وعنده حبوب متقيحه وبتطلع صديد واخرها حتى في الدراسه، يعني هو قال لي ان انا ما بقتش اروح الكليه بسبب هذه الحبوب دي بعد استعمال الليزر، وكان لا يستجيب على العلاج الموضعي ورفض ان هو ياخد حتى الكبسولات الثانيه، فلجانا الى الليزر في استعماله. الليزر في هذه الحاله بتعمل حاجه ظريفه قوي، انها بتقلل كميه البكتيريا الموجوده، بتقلل الالتهاب الموجود، وكمان بتقلل السبب الرئيسي اللي هو زياده افراز الدهون. وتاثير هذه الجلسات بتستمر، هي جلسات بسيطه ما بتبقاش كميه كبيره، في ناس متابعها من 5-6 سنين الحمد لله ما هم فهمش اي حاجه خالص. اذا تفضل بعض الاثار الحبوب او الحاجات التصبغات الحاجات البنيه ديت، احنا بنعالجها بليزر تاني اسمه ليزر الفراكشنال ليزر او الجزئي او ليزر الجزئي. واسم فراكشنال هو عباره عن هو ليزر قديم جدا، لكنه الحديث فيه ان هم قسموه لفتحات صغيره. الفتحات الصغيره دي بتعمل بنوع من انواع التنشيط للخلايا الجلد، مش بتصنفر الجلد زي ما الناس فاكره، دي بتنشط خلايا الكولاجين علشان ترفع الندبات الموجوده تحت سطح الجلد اللي ملهاش تقريبا حل كان قبل كده من كام سنه فاتت. الجلسه ما بتستغرقش اكتر من حوالي نص ساعه الى ساعه، وساعات بنستعمل بعض المواد معاها زي البلازما زي الفيتامينز والحاجات من ديت عشان تساعد على التئام بعد الليزر على طول. الجلسه بتاخد حوالي، بنعملها من جلسه من شهر الى شهرين، عدد الجلسات قليل جدا، بيبتدي كمان ان هي تحسن الحفر والندبات اللي موجوده في سطح الجلد وتبني كولاجين جديد ده في البنك بتاعه طول عمره. يعني ده مش هنعمل، مش هنكرر الكورس ده، ما بيتكررش تاني، مش بعد سنه او اتنين نكرر نفس الكورس ده تاني. لا، احنا بنعمله الكام جلسه دول بيتحسن جدا فيهم المريض. هو نفس الجلسه، هو نفس الجهاز ده برضه ساعات بنستعمله في علاج الندبات. الندبات مشكله كبيره جدا، حتى الندبات بعد العمليات الجراحيه ساعات بيكون في بعض الناس عندهم الالتئام الجروح بتاعهم ما هوش كويس، يا اما يكون قليل عن سطح الجلد او يكون عالي عن سطح الجلد. دي ندبات اثار الجروح عموما بقى، اثار الجروح، خناقه، مش عارف ايه برضه، عمليه، الكلام ده كله بتبقى نوعا ما بتقدر انها تساعد جدا جدا في هذه الاثار. حتى ممكن نستعملها بعد عمليه تجميليه زي ما احنا شايفين الحاله زي كده، دي بعد عمليه تجميل، فالجروح بتاعتها هي دي طبيعتها ان بتبتدي تعلى في منطقه. الغريب في الحاله دي انها علت في منطقه وقلت في منطقه ثانيه، فدي استعملناها حتى اكتر من كذا جهاز علشان نقدر ان احنا نعلي الندبات اللي نازله عن سطح الجلد ونقلل الارتفاع الندبات العاليه عن سطح الجلد عشان يتساووا بعض ويديني النتيجه الكويسه دي. برضو النتيجه دي بتاخد برضو جلسات بين كل جلسه والتانيه حوالي من 15 يوم الى شهر وما فيهاش الم، لكن المريض بيكون فيه بعض القشور الخفيفه اللي بتستمر يومين ثلاثه، وبنبقى بننصحه ان هو يبعد عن الشمس، لكن مع الوقت الدنيا بتتحسن جدا ونسبه التحسن فيها بتاعتها بتبقى من 60-70% وخد توصل الى 90% زي الحل اللي احنا شفناه دي. طيب تعال نعرف شويه من ندبه حب الشباب، ليه 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 حد عنده حب الشباب بيحصل له ندبه، وهل ممكن تعالج انت الندبه دي وترجع تعود مره اخرى الندبه دي في مرحله متقدمه من العمر؟ حب الشباب نفسه ممكن يكون، ممكن يبدا في حب في فتره في مرحله الشباب صح، لكن ساعات في بعض انواع من حب الشباب بيكون بيبقى في العمر متقدم، واحده تكون ما جالهاش خالص حب الشباب قبل كده لكن عدت سن ال 30 وقربت على ال 40 ويبتدي يطلع لها حب الشباب. فزي ما احنا شايفين المريضه دي عندها حبوب الشباب وكانت نشيطه وفي نفس الوقت عندها الاثار اللي بتاعتها. الاثار دي خلاص هتفضل معاها طول عمرها الا اذا خدت لها علاج ايا كان هذه العلاج. احنا عندنا 8 اختيارات، 8 اختيارات في علاج
أساسية في علاج الندبات زي كده، من أحسنهم ومن أفضلهم هو الليزر أو الفراكشنال ليزر. وحتى الفراكشنال ليزر بقى فيه منه أنواع كتيرة. الأنواع الكتيرة دي ترجع إلى خبرة الطبيب إنه بيستخدم أي نوع منهم. في أنواع قوية جدا المريض ممكن يقعد فيها أسبوع لأسبوعين، لكن دلوقتي بيبقى المريض يقعد يومين إلى ثلاثة بس في المنزل وبيتحسن زي ما احنا شايفين التحسن الحمد لله كويس قوي. ده لو عمل الليزر عالج الندبات هل تعود مرة؟ لا ما بترجعش تاني. لا ده في البنك بتاعه بيبقى موجود معاه طول عمره التحسن ده موجود. من ضمن كمان محاسن هذا الجهاز ان هو كمان احنا ساعات كمان بنستعمله وحتى مريض ما يكونش عنده حاجه خالص، لكن تقول لي واحده تقول لي انا عاوز اشد وشي شويه صغيرين ومش عاوز اعمل جراحه، الليزر فراكشن ده بيعمل كده. الليزر فراكشن كمان بنستعمله في علاج التصبغات. التصبغات من الحاجات اللي بيحسن جدا فيها النمش، ممكن بنستعمله في حالات النمش، ممكن بنستعمله في علاج ان نشيل بعض الزوائد الجلديه، ممكن نستعمله في علاج بعض في اوهام الحميده الزايده عند الجلد لما بنستعملها بانواع تانية من مثلا الكي زي الكي بالكهرباء ساعات بتسيب اثر دائم. الليزر لا ما بيسيبش، لان اقدر بتحكم في العمق بتاع الليزر نفسه. الليزر نفسه بيبقى عباره عن شعاع، الشعاع بيكون دقيق جدا، سمكه لا يتعدى 300 مايكرو يعني 3 ملي، وبعمقه اقدر ان اتحكم في الجهاز عن طريق استخدام الجهاز نفسه من ربع الى نص ملي فقط. فطبعا دي بتكون حاجه سطحيه ودقيقه جدا ما اقدرش اوصل لها باي نوع من انواع الاجهزه الثانيه. اللي هي الراديو فريكونسي اللي هو موجات التردد الراديو او موجات الراديو، تردد الراديو اصبحت واسعه الانتشار وبقيتوا بتميلوا ليها قوي وتشجعوها جدا، ليه؟ السهل الممتنع. الموجات الراديو عملت طفره في العلاج عندنا في علاج امراض كتيره جدا جدا، من اهمها طبعا السيلوليت بنستعملها في حالات حب الشباب واثار حب الشباب. هو ايه موجات الراديو دي الاول؟ هي فعلا موجات راديو، هي يعني زي الاذاعه والتلفزيون، دي طاقه، دي جزء من الطاقه الكهرومغناطيسيه. استخدامها في الجلد عن طريق جهاز، الجهاز ده ثمنه بيبقى بسيط نوعا ما مش زي انواع الليزر، فبالتالي سعر الجلسه بتكون حتى افضل وارخص من اللي استعمال الليزر. العمق بتاع موجات الراديو بتوصل اعمق بكتير جدا من الليزر. انا قلت لحضرتك بتوصل في بعض انواع من الليزر بتوصل لربع لنص ملي، في انواع ثانيه بتوصل لحد ربع سنتي نص سنتي، لا الموجات الراديو بتوصل عمق اكتر فبتعالج عمق اكتر من ديت. وساعات بنستعملها بما يسمى بال 3D. ال 3D ازاي؟ احنا بنعالج طبقات الجلد على كذا مستوى، من اول العمق ناحيه العضلات الى ناحيه الكولاجين لحد الجلد السطحي الطبقه القرنيه للجلد. موجات الراديو امنه جدا ما فيهاش الم خالص، المريض كل اللي بيحس بيه نوع من انواع حاجه دافيه كده تمشي على جلده، لكن ساحره وبتستمر تاثيرها يمكن اكتر من الليزر شويه. بتستمر تاثيرها ممكن في انا بتكلم مثلا على شد الجلد الغير جراحي، يمكن ما نشوف بعض في حياه نشوفها مع بعض مريض او مريضه عندهم الرقبه متهدله والوش يبتدي ينزل لتحت ومش عاوزين برضو يعملوا عمليات جراحيه او زي مثلا مريضه زي كده، فدي نعملها ايه؟ رفض الجراحه، مش عاوزه تعمل ابر، مش دي ممكن نعملها خيوط بس كانت رفضاها برضو، مش عاوزه تعمل ليزر، الليزر ممكن بالنسبه لها كان مؤلم شويه، فقررنا ان احنا نستعمل لها موجات الراديو. موجات الراديو بترفع كل بتحفز الكولاجين بتاع جسم الانسان نفسه، فبعد 15 يوم بعد شهر شهرين ثلاثه كمان المريض بيتحسن اكتر واكتر. زي ما احنا شايفين مرضى زي دول بيعدوا سن معين، السن المعين ده بيحصل فيه تهدل في العضلات وفي الجلد نفسه، فبيبتدي الساجن ده هو بيبتدي يحصل، عشان كده بنشوف التجاعيد. مجرد انك بترفع باي وسيله اخرى، يعني دي ممكن نعملها خيوط هتديها نتيجه كويسه، ممكن نعملها ليزر هتديها برضه نتيجه معقوله. موجات الراديو وسط ما بين الاثنين، ان هي قويه قوي لكن في نفس الوقت ما فيهاش نوع من انواع الالم وما فيهاش جراحه. وبتستمر تاثيرها طبعا بتقعد بحوالي من سنه الى ثلاث سنين، قد تمتد الى خمس سنوات لما بتبقى نتيجه كويسه قوي. احنا لو شفنا الصور اللي بعد كده نقدر نشوف الفرق ما بين الصوره اللي قبل والقبل وبعد، نشوف التحسن الواضح ما بينهم، التحسن حتى الفاتس اللي موجوده اللي سبمنت الفات اللي بنسميها اللغد او الدبل شين منطقه الدق الثانيه، اما الجلد اتحسنت كانها
كلها راحت بانها ما ولا عملنا شفط دهون ولا عملنا حاجة، احنا مجرد بس انت رفعت الوش كله على بعضه، الحسنات هي هي عشان محدش يقول بس اه واحده تانية ولا حاجه بس لا هو الجلد بيتشد اكنها فعلا خست، ده نفس التعبير اللي بيتقال عليه في برضه في الخيوط، اما بتعمل الخيوط وبتشد الجلد اكنها فعلا خست بس بتكون شكلها احلى. دي حاله صعبه طبعا، حاله متقدمه، دي بتحتاج اكتر من كذا جلسه، لكن غالبا جلسه الموجات الراديو بتبقى بتستغرق حوالي من نص ساعه الى ساعه، وبتستمر تاثيرها من سنه الى 3 سنين. الاحدث من كمان من موجات الراديو، موجات الراديو الفراكشنال برضو ده احدث حاجه، احدث بيبقى عباره عن راديو صحيح، لكن ده بيجمع ما بين الفراكشنال ليزر الجزئي وبين موجات الراديو، فكانه بيشتغل كانه بيجمع خصائص ثلاث اجهزه، ديرما بان اللي هي زي حاجه اسمها ديرما رول، دي عباره عن حاجه زي نيلز كده بتحفز برضو الكولاجين، وموجات الراديو والفراكشنال ليزر في بعض، الثلاثه دول مع بعض، فده بيدي كمان تاثير اقوى لو احنا عاوزين ناخد تاثير اقوى. ونفس التاثير ده كمان ساعات بنستعمله مش بس في شد الجلد وبس، ده احنا ساعات كمان بنستعمله في التعرق الزائد، احنا عارفين البوتوكس ده ليه باع طويل في موضوع التعرق الزائد، وقد يستمر تاثيره من 9 ل 12 شهر، وده بنعمله في قبل الصيف، الناس اللي عندهم في ايديهم بتعرق جامد او تحت الابطين او في القدمين بتبقى مشكله كبيره جدا نفسيه، ما بيقبلوش في كليات عسكريه او كده، ده تأثيره بس البوتوكس في الحالة ديت بيستمر من 9 شهور إلى 12 شهر. لو عملنا معاه ماد اللي هي جهاز الفراكشنال ار اف قد يستمر التأثير اكتر من كده بكثير جدا، ويمكن ما يحتاجش في وقت من الاوقات ان هو يتحقن تاني بمادة البوتوكس، فطبعا ده كل شوية بيكون في تطور جديد الحمد لله بيسهل الامور جدا جدا على المرضى وبيخفف عندهم اعباء كتيرة جدا. يعني احنا هنحقن البوتوكس وهنعمل كمان جلسات تردد تردد راديو بس مش في نفس الوقت بعد فتره، زود تاثير البوتوكس على عمليه التعرق بتاع الدين بالظبط، لان هو بيأثر على الخلايا العرقيه. احنا عارفين البوتوكس ده برده في نقطه مهمه برده عايز احب اوضحها، بيقول لا انا مش عاوز البوتوكس عشان البوتوكس بتقفل المسام، هو البوتوكس ما بيقفلش المسام، اللي بيقفل المسام يمكن بهذا اللفظ ممكن مش دقيق قوي، المواد اللي هي فيها ماده الالومنيوم كلورايد اللي هي مستعملها في اللي هي شبه زي الرولاند كلها موجود فيها ماده الاملاح الالمنيوم دي يمكن بتقفل المسام شويه، لكن الحقيقه البوتوكس لا، ده هو بيقطع النور عن المصنع اللي بيطلع الكهرباء اللي بيوصل الكهرباء للغده العرقيه، فما بيوصلوش كهرباء فمفيش اصلا عرق بيطلع. التردد الراديوي ده بيدمر او بيموت الغده العرقيه فبيقلل نشاطها بحد كبير جدا. الحقيقة أنت أسعدتني بهذا الحوار الممتع في عالم الجلدية المتنوع، حب الشباب وآثاره ومشاكله، والراديو فريكونسي ده طلع موال كبير، ده راديو فريكونسي خادم وجيد إلى حد كبير جدا بالمقارنة طبعا بأنه جلسات خارجية مش داخلية مش مكلفة قوي، نتيجة متميزة للغاية، في ناس كتير هتفضلها، شعبيات بتزيد يوم بعد يوم، كل حاجة طبعا ليها حدود. ايضا البوتوكس في تاثيره على التعرق ده شيء مهم جدا جدا، واضافه لينا النهارده اضافه كبيره الراديو فريكونسي مع البوتوكس بيزود تاثيره، فده شيء مهم للغايه. تنورتني وشرفتني واسعدتني طبعا وجودك معنا، طبعا القيمه العلميه الكبيره والاسم اللامع في عالم الجلديه الاستاذ الدكتور ياسر ابو العلا، كان كالعاده مبدعا في الناس الحلوه، وان كان دائما بنحتاج الى الكثير والكثير من حكايات الجلديه اللي واضح انها تطورت تطور، عالم الجلديه تطور كبير جدا، صح؟ احنا 2000 مره يا فندم، احنا 2000 مره، احنا اكبر عضو في جسم الانسان، فده طبيعي ان يكون في كل شويه في الامراض عماله بتنتشر وبتتوسع جدا، والاجهزه الجديده دخلت في المجال، بقى احنا بنبص اكتر على الهندسه اكتر منه في الطب، في الهندسه لعبت دور كبير قوي في المجال بتاعنا. الهندسه الطبيه وصناعه الاجهزه والتكنولوجيا المتقدمه والعمالقه اللي ورا التكنولوجيا المتقدمه اللي بيطوروها طبعا، ده بزنس رهيب اساسا، فاكيد بيحصلوا منه على نتائج جيده جدا. ضيف العزيز كان مبدعا في الناس الحلوه، خليكم مع الناس الحلوه.